كأنه الرموش أو فوق الرموش أو هيك شيء بالعلم. بتحب البنت بميك اب ولا بلا ميك اب؟ بلا ميك اب اكيد. بميك اب نفس الشيء ما تفرق. بلا ميك اب خليها تكون على طبيعتها. بلا مكياج؟ لا اكيد بمكياج يعني بس ضمن حدود يعني. ما بحب البنت. ما بتحب البنت؟ لا والله ماني بمزح. الروج وين بينحط؟ حمراء ما هي على الشفه. الايلينر على العين. ماسكارا كمان على العين. عرموش. البنات بيحطوا شيء اسمه كونتورينج، بتعرف شو يعني؟ ملمع للخد؟ لا بلا قلم تخطيط. كونتورينج ما لا البلاشر. هم البلاشر ما بعرف. طيب الفاونديشن هذا ملمع للوجه، هذا مثل ملمع للوجه، هذا خافي عيوب. الروج وين بينحط؟ الروج على العيون. طيب وين هكا؟ حمرة حمرة صحيح حمرة. طيب فونديشن. فونديشن هلا انتي متصعبين للأسئلة. يمكن البلاشر أرمو والآيلينر على ضافة آيلينر على الرموش هوني كحلي حمرة يمكن تنحط على شفاف. الآيلينر كحلي مايعة إذا ما خاب ظنه. فونديشن. فونديشن هذا ما بعرف. البلاشر هذا ولا بأي شكل ممكن اني أعرفه. الروج على شفاف احمر شفاه بكل لولو. الايلينر العيون على العيون على طرف العين. تنسى كمان الماسكارا كمان الرموش. الرموش العين رمش. فاونديشن هذا بلشنا نفوت بالغلط والله ما بعرف الشغلات هيدا. هيك البلاشر كمان. طيب البنات بيستخدموا شيء اسمه كونتورينج، بتعرف هذا الشيء للخدود ومخدود وبينحت وما يسوي شو بعرفنا الشغلات هاي. الروج وين بينحط؟ على العيون. الايلينر كمان على الرموش او فوق الرموش او هيك شيء. الماسكارا كمان نفس الشيء بلعب منطقة العين يعني هذول. طيب والروج وين بنحطه؟ هلا قلت لي وين بنحط؟ طيب عند العين على الجفن. الروج وين بنحط؟ اكيد على التنو. الايلينر هون كانه وين؟ على الحواجب. على الحواجب. طيب الماسكارا كمان على الجفون. الفاونديشن ما بعرف. البلاشر كمان ما بعرف. الايلينر لا هاي الشغلات ما بفهم فيها والله. الروج بالعلم. طيب والايلينر كمان انا. طيب الفاونديشن صعب.